أتمنى أن ما تبقى وهو 18% بالتقريب على حسب الإحصائيات اللي عندي، 82% من المشاكل اللي كانت مطروحة آنذاك في مناطق الضل تحلت، وتحلت بملايير الدينارات، وما هيش خسارة في المواطن، ما هيش خسارة ما نصرف على المواطن، لأن مثل ما قلت هو الأساس نتاع هذه الجمهورية هذه. سيتوايا سي الألفا اي لوميغا دو سو بيي، من غيره ما كانش. اليوم الشيء اللي درناه في الجزائر هذا اللي راح حامي الجزائر من المصايب تاعها. احموا انفسكم بالفقراء نتاعكم، وهادو كانوا معزولين. احنا دولة تاع مساواة ودولة شعبية قبل كل شيء، وهذا هو عنوان جمهوريتنا، جمهورية شعبية ديمقراطية، والديمقراطية تقتضي انك تتكفل بالناس كل. اذا نتمنى ان شاء الله باش خلال من نهاية السنة وبداية السنة المقبلة ما نزيدش نتكلم على مناطق الضل ابدا.